أكيد نتكلم عن الغيابات صراحة شبيبة الثورة يعاني من عدة غيابات وتقدر بلال بولدياب و كرة صعبة والحارس كانت خطيرة هذه الكرة هو اللي نعم شوف تسديدة لكن وينطلق هذا الخلق هذا من دقة الاحتياط والمحاولة لصالح فريق شبيبة الثورة تدخل طوال دون أن يستعمل الخطأ لأنه تدخل مباشرة للكرة يعني بكرة باليد أي تماس اللاعب يخرج وجه لوجه ما فيش اللاعب موجود على الجهة العربة خروج تاع الحارس يعني خروج موفق من طوال هنا يرفعها اللاعب على الجهة اليمنى مباشرة لناحية أمطرات ومحاولة فيه تبقى الكرة لصالح مولوديت بجاية في محاولة صعبة وخطيرة وتدخل ناتيش وتدخل في الكرة ثم تسديدة ماليك عفوا كمارا كانت لقطة صعبة وأول يعني لقطة خطيرة لا لو شوف المحاولة لصالح فريق مولودية بجاية نقطة عمليات تبقى لصالح فريق المولودية والهدف لا خارج الإطار شوف العمل بتاعها تمكن أنه يراوغ أو يمرر اللاعب جاء يجي اللاعب أمقران لا ثم الكرة تجي عند اللاعب كامارا 18 متر محاولة لصالح فريق خطيرة لصالح شبيبة الثورة موال اللي نقول انه تنرفز من الزملاء تاعو لانه شوف الكرة كانت بإمكان انها تسكن شباك الحارس طوال وين اللاعبين تاع الموت وجدوا عدة صعوبات بن يحيى الشريف داخل منطقة العمليات لا فيه مجموعة والمحاولة لصالح فريق والهدف الأول لصالح شبيبة الثورة تدخل أو مراوغات عديدة ثم ما كانش في هناك تغطية وجاليت يخرج وحده وجه لوجه أمام طوال عثمان ويسجل الهدف الأول لصالح فريق شبيبة الثورة هاي التجربة تحفيز شوف لاعبين يحيى شريف حاول انه يراوغ ويتوغل داخل منطقة لاعب انه يلعب اذا الوالي مباشرة للهجوم وتعديل النتيجة هناك تسلل هناك وضعية تسلل الحكم عدا مع الزملاء شوف عدا هنا عند انطلاق الكرة ما فيش وضعية تسلل نشوف فيه لاعب من الخلف للبس الكرة محاولة المراوغة نعم ينجح في المراوغة يمد كرة لما ناتيش رأسية من أمقران وناتيش كان في بالمرصاد حقيقة ناتيش خرج هذه الكرة المحاولة لفريق مولودية بجاية أرضية وتدخل كان لقطة مثل هذه لو تتكرر اللي قادر الموب أنه يوصل شوف الهدف الثاني لصالح فريق شبيبة الثورة حرمتنا من الرؤية شوف طوال هو اللي خدمه والحكم يعلن عن نهاية الشوط الثاني